حبايبي اولاد وبنات سنه تالتة الشاطرين، ازيكم يا حلوين؟ النهارده احنا جايين نكمل مع بعض دروس المحور التاني. وصلنا مع بعض سوا لحد الدرس الرابع. الدرس الرابع هنحكي قصه مين المره دي؟ هنحكي قصه البابا كرولوس الرابع ابو الاصلاح، كان بيتقال عليه ابو الاصلاح. هنستفيد من الدرس دول ونعرف قيمه الوقت، ونعرف ازاي ان البابا كرولوس الرابع ابو الاصلاح كان بيستثمر الوقت بتاعه. الدرس ده يا حبايبي هنلاقيه موجود عندنا في كتاب المدرسه من صفحه 80 لحد صفحه 85. يلا بينا نشوف حكايه البابا كرولوس. البابا كرولوس الرابع ابو الاصلاح كان من اوائل الناس يا حبايبي اللي اهتموا بتعليم البنات في مصر وتعليم الفتيات في مصر، وانشا مدرسه اسمها مدرسه الاقباط الكبرى، وادخل المطبعه فيها. يعني مش بس انشا مدرسه الاقباط الكبرى، لا ده كمان اشترى من بره مصر مطبعه علشان يطبع فيها كتب من كتر حبه للعلم وحبه لان الناس كلها تبقى متعلمه وبتقرا وبتتثقف، لانه هو القبط المصري اللي شرب من ماء نيل مصر وبيحب مصر جدا جدا. علشان كده هنشوف هو صلح ايه وعمل ايه لمصر. هو كان ابونا البطرك البابا كرولوس الرابع المعروف بابو الاصلاح. يلا بينا نشوف قصه البابا كرولوس من الاول خالص. بابا كرولوس الرابع ابو الاصلاح، يا ترى ايه حكايته من الاول خالص؟ البابا كرولوس الرابع ابو الاصلاح ده اتولد باسم ولد اسمه داود. اول ما اتولد سموه داود. اتولد في بلد صغيره هنا في مصر بس في الصعيد، البلد دي اسمها اخميم، بلد اسمها اخميم. اتولد طفل صغنن اسمه داود. الكلام ده كان من زمان قوي، يجي من 200 سنه كده. يا ده من كتير قوي قوي فعلا، من 200 سنه بالظبط بالظبط. كان سنة 1816 اتولد الطفل داود اللي بعد كده لما كبر اسمه بقى البابا كرولوس ابو الاصلاح. اتولد من ابوين اب وام تقيين. يعني ايه تقيين دي؟ يعني الاتنين بيحبوا ربنا وعايشين في مخافة ربنا، وعلموا ابنهم داود دون برضه مخافة ربنا، وربوه تربية كويسة جدا جدا، وعلموه ازاي يتبع وصايا ربنا اللي موجودة في الكتاب المقدس. لدرجة ان الطفل داود ده اتمنى انه لما يكبر يمشي في طريق الانبا انطونيوس ويكون راهب زيه، مش احنا عارفين ان الانبا انطونيوس هو ابو الرهبان. هو كمان داود حب واتمنى من كل قلبه انه يمشي في طريق الانبا انطونيوس ويكون راهب زيه. وفعلا داود لما كبر اترهبن في دير الانبا انطونيوس في البحر الاحمر. يعني مش بس كان بيحب الانبا انطونيوس وبيحب يمشي في طريقه، لا ده راح كمان اترهبن في الدير اللي معمول على اسمه اللي مؤسسه الانبا انطونيوس بنفسه، اللي هو فين؟ في البحر الاحمر. واترهبن باسم داود برضه، يعني هو كان طفل اسمه داود ولما بقى راهب اسمه الراهب داود. تعالوا نشوف داود الراهب بقى حصل معاه ايه بعد كده علشان يبقى البابا كرولوس الرابع ابو الاصلاح. الرهبان حبوا الراهب داود جدا جدا، وبعد شويه اترسم الراهب داود قس. يعني ايه الكلام دون؟ يعني يقدر يعمل قداسات ويقدر يناول، يعني زي ابونا اللي موجود عندنا في الكنيسه. الراهب بقى داود اترسم قس، ومن كتر حب الرهبان كلهم فيه لانه كان كويس ومحب جدا جدا وعنده عطاء كبير قوي وبيحب كل اللي حواليه، اصبح رئيس الدير، بقى رئيس الدير كله. وكان ساعتها عمره صغنن قوي، رغم ان عمره صغير بقى رئيس الدير من محبه الرهبان ليه. يا ترى كان عمره قد ايه ساعتها؟ كان عمره 24 سنه. ياه ده صغير قوي انه يبقى رئيس دير. ايوه بس كان كل الرهبان بتحبه. واهتم بقى الراهب داود لما بقى رئيس الدير، اهتم ان هو يعلم كل الرهبان ويحبب كل الرهبان في القرايه والتعليم. يا ترى عمل ايه؟ شجعهم على القرايه وطلب العلم، شجع الرهبان كلهم على القرايه وطلب العلم، وعمل لهم في الدير مكتبه يقروا فيها، مكتبه وحط فيها كتب كتير عشان الرهبان يقروا من المكتبه بتاعه الدير. مش بس كده، ده عمل كمان كتاب. ايه ده؟ ايه الكتاب دون؟ الكتاب ده يا حبايبي زي مدرسه صغننه كده كانت بتبقى موجوده زمان. زمان الاولاد ما كانوش بيدخلوا
في الكوره وكده، مش في كل حته يعني. في الكوره ما كانوش بيدخلوا مدارس، كانوا بيدخلوا حاجه اسمها كتاب يتعلموا فيها القرايه والكتابه، وبعد كده ممكن يدخلوا المدرسه بعد ما يتعلموا القرايه والكتابه. في الكتاب الصغير ده، طب ايه ده عملوا ليه في الدير؟ ما هو ما عملوهوش في الدير، هو عمله علشان يخدم الكره المحيطه بالدير، يخدم الاولاد الصغيره اللي موجوده حوالين ايه مقر الدير، حوالين مقر الدير. وترى مقر الدير دوان كان فين؟ مقر الدير دوان كان في عزبة بوش في بني سويف، بني سويف برضو هنا في مصر. يبقى الكتاب اللي بناه او عمله البابا كرولوس اللي هو كان اسمه الراهب داود، كان يخدم الاولاد الصغيرين اللي في القرى اللي جنب مقر الدير، لكن المكتبة كانت بتخدم الرهبان اللي جوه الدير. تعالوا نشوف البابا كرولوس عمل ايه تاني. بابا كرولوس اترسم بعد كده مطران، يعني بعد ما بقى اتولد باسم داود، بعد كده اترهبن باسم الراهب داود، بعد كده بقى رسم قصة، وبعد كده بقى رئيس الدير وهو عنده 24 سنة، ودلوقتي بنقول انه اترسم مطران. ولما اترسم مطران بنى مدرسة الأقباط اللي انا قلت لكم عليها في الاول خالص، بنى مدرسة الأقباط وكانت مليانة من تلاميذ من كل الأديان، المسيحيين واليهود والمسلمين، كل الناس كل الأديان كانت جوه مدرسة الأقباط دهية. ما كانش بيميز بين حد وحد خالص، وكان بيحب كل الناس وكل الأولاد، وعشان كده الناس كلها كانت بتحبه، والشعب المسيحي كان بيحبه جدا، فرشحوه لخدمة أكبر من إن هو يبقى مطران. يا ترى رشحوه لإيه؟ تعالوا نشوف. رشحوه انه يبقى بطرك، بطرك يعني زي البابا توادرس دلوقتي. رشحوه باسم مين بقى دلوقتي؟ بقى اسمه البابا كرولوس الرابع دلوقتي، بس بقى اسمه البابا كرولوس الرابع لما بقى ايه؟ لما بقى بطرك. وهو على فكرة البابا كرولوس الرابع ده البطرك رقم 110. عارفين يا حبايبي البابا توادرس دلوقتي هو البطرك رقم كام؟ برافو 118. لكن البابا كرولوس الرابع اللي احنا بنحكي حكايته ابو الاصلاح هو البطرك رقم 110 في تاريخ بطاركة الكنيسة. طيب اهتم بايه بقى البابا كرولوس لما بقى بطرك؟ اهتم قوي بخدمة المجتمع بتاعه كله، فبنى للمجتمع بتاعه 12 مدرسة. ياه ده البابا كرولوس كان بيحب التعليم قوي، وكان نفسه كل الناس تتعلم، وقدم كمان في المدارس دي الدراسه فيها وكتب بالمجان، يعني خلى الدراسه وكتب في المدارس اللي بناها بالمجان من غير فلوس خالص، علشان يشجع الناس كلها انها تتعلم. يا ترى عمل ايه تاني؟ تعالوا نشوف. مش بس كده، ده البابا كرولوس مش انا قلت لكم في الاول خالص انه كان من اوائل الناس اللي اهتم بتعليم البنات الفتيات، وكان بيقول ان البنت زي الولد ومن حقها تتعلم. هو بقى دلوقتي بعد ما بقى بطرك انشأ اول مدرسة، يعني بنى اول مدرسة مخصوصة للفتيات. وعارفين عملها فين؟ عملها في مكان اسمه حارة السقايين، وبرضو المكان ده موجود في مصر. وكانت المدرسة بتضم الفتيات من كل الأديان، ونشر فكر المساواة بين الرجل والمرأة، وقال ان هما الاتنين زي بعض بالظبط في كل حاجة، من حقهم يتعلموا، من حقهم يتثقفوا، من حقهم يقروا، من حقهم يشتغلوا، هما الاتنين زي بعض. نشر الفكرة دي اللي ما كانتش موجودة او منتشرة في الوقت ده. مش بس كده، ده من كتر حبه قوي قوي للعلم وانه عايز الناس كلها تتعلم وتبقى شاطرة، اشترى مطبعة من بره مصر، وايه عشان يطبع بيها كتب جوه مصر. طب تعالوا نشوف يا ترى عمل ايه تاني. بابا كرولوس الرابع حب بلده جدا جدا، وعمل خدمه كبيره قوي قوي لمصر. عارفين عمل ايه؟ زمان في الوقت ده كان في خلاف كبير بين مصر وبلد اسمها الحبشه، وكان الخلاف ده هيوصل ان تقوم حرب كبيره بين مصر والحبشه. بابا كرولوس الرابع ما قالش وانا مالي انا مش هتدخل. البابا كرولوس الرابع لا، سافر بنفسه لحد الحبشه، صم مصر وسافر بنفسه لحد الحبشه عشان يحل الخلاف دول، وما تقومش حرب وما يبقاش في خسائر في الجنود المصريين او حتى الجنود الحبشيين. ما كانش حابب ان هي تقوم حرب، فراح اتدخل، وفعلا بسبب تدخله دول ما قامتش حرب بين مصر والحبشه. شوفوا قد ايه البابا كرولوس كان بيحب بلده جدا، وما قالش وانا مالي، وراح سافر وراح لحد الحبشه عشان يحل الخلاف اللي بين مصر والحبشه.
وكان كمان صديق جميل جدا جدا للعلماء الازهر وشيوخ الازهر، وكان كل الناس بيحبوه، علماء الازهر وشيوخ الازهر كانوا بيحبوه جدا، وكان وفي ومخلص لبلده جدا. تعالوا نشوف عمل ايه تاني البابا كرولوس. القصه اللي احنا قلناها دي يا حبايبي قصه البابا كرولوس الرابع اللي هو ابو الاصلاح. طب يا ترى ليه قلنا عليه ابو الاصلاح؟ عشان كان بيحب يصلح كل حاجه، كان بيحب يعمل حاجات كتيره جدا لبلده، كان بيحب خدمه بلده، كان بيحب البنات اللي في بلده والولاد اللي في بلده، وكان بيحب كل الناس والناس كلها كانت بتحبه. بابا كرولوس بعد كده اتنيح وهو عمره صغير، يا خساره، كان عمره 45 سنه. تعالوا نراجع كده مع بعض. البابا كرولوس اتولد باسم داود، بعد كده حب جدا الانبا انطونيوس وحب انه يمشي في طريقه فترهب انفدال الانبا انطونيوس اللي موجود في البحر الاحمر، وبعد كده اترهب باسم الراهب داود، وبعد كده الرهبان رسموه قسيس، اترسم قسيس في الدير، وبعد ما اترسم قسيس في الدير برضه باسم داود، بعد كده بقى رئيس الدير وهو عمره صغير 24 سنه بس، وعمل مكتبة كبيرة في الدير، وكمان عمل كتاب للأطفال الصغيرين اللي في القرى المحيطة بمقر الدير. وعمل ايه تاني؟ انشأ اول مدرسة للفتيات في حارة السقايين، وانشأ مدرسة الأقباط، وكان اشترى مطبعة من الخارج عشان يطبع بيها الكتب، وبعد كده عمل ايه؟ اتنيح وهو عنده 45 سنة، واتدفن في مقبرة البطاركة اللي موجودة دلوقتي حاليا فين؟ في البطريركية اللي هي في العباسية المرقسية بالقاهرة. بركة صلواته تكون معانا حبايبي. بعد ما خلصنا قصة البابا كرولوس أبو الإصلاح اللي هو رقم كام؟ البابا كرولوس الرابع، برافو، اللي هو كان كام في تاريخ البطاركة؟ برافو، رقم 110، البابا كرولوس رقم 110. تعالوا بينا نشوف الآية بتاعت الدرس اللي احنا بنحفظها سوا ايه. الآية بتاعت النهاردة يا حبايبي بتقول إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. الآية دي بنلاقيها موجودة في الكتاب المقدس عهد قديم سفر نحمية، موجودة الإصحاح الثاني آية رقم 20. بنقولها تاني مع بعض ونحفظها سوا. إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. يعني إيه؟ يعني إله السماء هو اللي بيدينا النجاح، وإحنا كل اللي علينا إن إحنا نعمل الشغل بتاعنا ونعمله بأمانة جديدة، والنجاح من عند ربنا وهو بيكافئنا بالنجاح دوت طالما إحنا عندنا أمانة في شغلنا دوت. طب أنا دلوقتي صغير أعمل إيه عشان ربنا يديني النجاح؟ أشتغل إيه وأنا ما بشتغلش؟ أنا صغير أنا في المدرسة. شغلتك إنك تذاكر، ذاكر بأمانة ويكون عندك أمانة في المذاكرة، ربنا هيديك النجاح وتبقى إنسان جميل تفيد بلدك زي ما البابا كرولوس الرابع فات بلده وعمل حاجات كتير حلوة لبلده. تعالوا بينا دلوقتي بعد ما حفظنا كمان الآية سوا نشوف إحنا اتعلمنا إيه من الدرس بتاعنا. اتعلمنا يا حبايبي ان الوقت ده عطية كبيرة جدا من ربنا، عطية ثمينة، يعني عطية غالية قوي قوي من ربنا، لازم ان انا احافظ عليها واستثمرها، يعني ما ضيعش وقتي ده في اي حاجة، لازم وقتي ده اعمل بيه الحاجات المفيدة ليا والاهلي والمجتمعي والبلدي. وتعلمت كمان ان انا المهمة اللي تكون انا مكلف بيها في اي مكان في البيت او في المدرسة ما اعملهاش اتلصقها كده اي كلام وخلاص عشان يبقى اسمي عملتها، لا، اعملها باتقان، يعني اعملها بتركيز جامد جدا جدا واعملها صح قوي على قد ما اقدر. واتعلمت كمان اني اتغلب على الصعاب اللي موجوده حواليا اللي بتقابلني علشان اعمل مسؤولياتي، لا، اتغلب على اي حاجه صعبه، المهم ان الحاجه اللي المفروض اعملها اعملها، واتغلب على كل الصعوبات اللي بتقابلني. ازاي؟ يعني مثلا لو انا المفروض دلوقتي ان انا اذاكر، مسؤوليتي ان انا اذاكر علشان انجح، اتغلب على اي حاجه تعطلني عن المذاكره، ما اروحش افتح التلفزيون ويبقى صوته قدامي وانا بذاكر، طب ما انا كده مش هعرف اذاكر كويس، اتغلب على الصعاب ده هي واشيل التلفزيون خالص واروح اقفله وبعد كده اقعد اذاكر عشان اذاكر بتركيز واعمل المسؤوليه اللي عليا واعملها باتقان عشان ربنا يديني النجاح. وتعلمت كمان ان انا اعتز بوطني واحبه قوي زي ما البابا كرولوس الرابع كان بيحب بلده جدا، واخدم كل المصريين من غير ما اميز بين اي حد خالص فيهم. دلوقتي بقى يا حبايبي بعد ما خدنا الدرس القصه بتاعتنا الجميله وعرفنا الايه بتاعتنا وعرفنا اتعلمنا ايه من درسنا، تعالوا بينا نشوف السؤال في الدرس ده ممكن يجيلي ازاي.
هنكمل مكان النقط، هنحط كلمة مكان النقط اللي قدامنا دي. ولد البابا كرولس الرابع باسم نقط، كان اسمه ايه لما اتولد؟ برافو شاطرين، كان اسمه داود. وترهب بدير الانبا نقط، الانبا ايه؟ برافو، الانبا انطونيوس في البحر ايه؟ دير الانبا انطونيوس ده كان موجود فين؟ في البحر الاحمر، برافو. يبقى ولد البابا كرولس الرابع باسم داود وترهب بدير الانبا انطونيوس في البحر الاحمر. طيب، واهتم بتعليم الرهبان وشجعهم على طلب ايه؟ شاطرين، شجعهم على طلب العلم. وبعد فترة قصيرة اترسم قص، رسم قصا، ثم مطرانا، ثم بطريقا، بطريرك يعني رقم كام بقى؟ كان البطريرك رقم كام؟ برافو، رقم 110. فبنى 12، 12 ايه؟ بنى البابا كرولوس الرابع 12 حاجة، 12 ايه؟ 12 مدرسة. طيب، وانشأ مدرسة لإيه؟ ونشر فكر المساواة بين إيه؟ بين الرجل وإيه؟ وأنشأ مدرسة للفتيات، عمل مدرسة مخصوصة للفتيات، ونشر فكر المساواة بين الرجل وإيه؟ والمرأة، برافو. وعندما احتاج إلى طباعة الكتب عمل إيه؟ قعد بقى يعيط كده ويقول أنا مش عارف حاجة، أطبع الكتب فين؟ لأ، عمل إيه؟ اشترى ايه؟ مطبعة من الخارج، راح جاب من الخارج مطبعة وحلها في مصر عشان يطبع بيها الكتب. وكان محبا لوطنه فأتاح ايه؟ لجميع الأديان، برافو، فأتاح التعليم لجميع الأديان بدون تمييز. واستطاع أن يساعد في منع وقوع حرب بين مصر ومين؟ برافو، مصر والحبشة. وكان صديقا لمين في الأزهر؟ برافو، شيوخ الأزهر. ومن أجل إصلاحاته الكتيرة أطلقوا عليه لقب البابا كرولس الرابع بأبو الإصلاح، أطلقوا عليه أبو الإصلاح. كده يا حبايبي احنا خلصنا درسنا بتاع النهاردة، هشوفكم المرة الجاية في درس جديد. باي باي.